بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس بتاعنا اسمه من شعر الحكمة، وده نص من العصر الجاهلي. وشعر الحكمة النص دوت للشاعر اسمه زهير ابن أبي سلمة. والشاعر زهير ابن أبي سلمة من كبار شعراء العصر الجاهلي، ونشأ في بيت كل من فيه يقول شعرا وينشد شعرا، فأبوه كان شاعرا، وزوج أمه كان شاعرا، وخاله كان شاعرا، وولديه وأختاه كانتا شاعرتين، وابناه كان شاعرين، يعني بيئة كلها شعراء. وتوفي زهير قبل الإسلام أو قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعام، يعني لم يدرك الإسلام. الشعر بتاعه بيتميز بالحكمة، بيتميز بالمعاني الجميلة. النص اللي معانا بعنوان من شعر الحكمة، يقول زهير: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علمي ما في غد عمي. وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علمي ما في غد عمي. يعني أنا أعرف ما في اليوم اللي بيحصل النهاردة، وما في الأمس، وأعرف الماضي، سألت وعرفت، ولكنني عن علم ما في غد عمي، أعمى، ما أعرفش اللي هيحصل في المستقبل. طبعا لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، هذه حكمة أن الإنسان لا يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. طيب لما أقول اليوم والأمس بينهما طباق عكس بعض، وضح المعنى. ولكنني عن علم ما في غد عمي، عمي يعني أعمى. هو أعمى ولا جاهل؟ لا هو جاهل. يبقى شبه العمى بالجهل، شبه الايه؟ العمى بالجهل، وحذف المشبه وصرح بالمشبه به. يبقى كلمة عمي استعارة تصريحية، كلمة عمي ايه؟ استعارة تصريحية. معنى البيت دوت انه يعلم الماضي ويعلم الحاضر، ولكنه لا يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. طيب البيت الثاني: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمن سمي. يعني من لم يصانع يعني يجامل، يعني يجامل الناس. من لم يصانع في أمور كثيرة، الناس محتاجة كلمة طيبة، محتاجة مجاملة. يدرس بأنياب، يدرس بأنياب يعني يطحن بهذه الأنياب، الناس يعني تضايقه بتتعبه. يدرس بأنياب ويوطأ، يداس عليه بمنسم، بأحذية الخيول وحوافرها. يعني إذا الإنسان ما جاملش الناس، إذا الإنسان ما تعاملش مع الناس بالرقة المطلوبة، يدرس بأنياب ويوطأ بمنسب. وهذه كناية عما يلاقيه الإنسان من هول ومصاعب في أمور حياته. ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ من سمي. قلنا يدرس بأنياب ويوطأ من سمي كناية عما يلاقي من هول في أمور حياته. البيت الثالث: يقول الشاعر: ومن يجعل المعروفة من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم يشتم.
يعني على الإنسان الذي يفعل الخير أن يفعل الخير رغبة في حماية شرفه، يعني اللي هيحميه وهيحمي شرفه هو هذا الخير، ويكون هذا الخير جزاء حماية عرضه من الابتزال. ومن لا يبتعد عن سب الناس، ومن لا يستقي الشتم يشتمي، ومن لا يبتعد عن سب الناس يكون عرضة للسب والشتم. فمن بذل المعروف صان عرضه، ومن بخل به عرضه للشمس عرضه للشتم. ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره، ومن لا يتقي الشتم تشتمي. طبعا يفره يعني يحميه من الابتزال. ومن يجعل المعروف من دون عرضه، عرضه يعني شرفه، يفره، ومن لا يتقي الشتم تشتمي. البيت الرابع: ومن يكن ذا فضل، من يكن صاحب فضل، ومن يكن ذا فضل فيبخل بفضله على قومه، يعني بخل بفضله على قومه. طبعا المفروض الخير اول ما يعود يعود على قومي على اهلي. ومن يكن ذا فضل فيبخل بفضله على قومه، ما نتيجة بخله على قومه؟ يستغنى عنه ويذمم. يستغنى عنه يعني لا يتعامل معه، يتركونه، مش كده بس، وكمان يذمم يعني يعاب عليه. ومن يوفى لا يذمم، ومن يهدي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. ومن يوفى يعني من أوفى بعهده لم يلحقه ذنب. ومن هدى قلبه إلى بر يطمئن القلب إلى حسنه، وإلى وأن يسكن إلى وقوعه موقعه. ومن يوفى لا يذمم، ومن يهدي قلبه إلى مطمئن البر لا يتجمجم. يعني يتجمجم يعني لم يبن كلامه أو يخفي. ومن هاب أسباب المنايا، يعني من هاب، من خاف أسباب الموت ينلنه الموت على حيموت يموت. وإن يرقى وإن يصعد أسباب السماء بسلم. ومن هاب أسباب المنايا، استعارة مكنية، شبه أسباب المنايا وكأنها حيوان مفترس يهابه ويخشى منه. وإن يرقى وإن يصعد أسباب السماء بسلم، هي السماء لها سلم؟ لا طبعا، تشبيه واستعارة صريحة بسلم. ده النص بتاعنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أول دروس الأدب، وده برضو من الفروع الجديدة الأول مرة بندرسها مع بعض. والأدب معناه إيه؟ معناه أنا بدرس الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في العمل الأدبي. يعني مثلا أنا بدرس الحياة في العصر الجاهلي من نواحي كل النواحي بتاعتها، لأن هذه الحياة دي هي اللي أثرت في الإيه؟ في الأدب الجاهلي. فالنقاد قسموا لنا الأدب إلى عصور. فأول عصر سموه العصر الجاهلي، اللي هو العصر الذي يسبق الإسلام بنحو قرن إلى قرن ونصف من الزمان. طيب العصر الجاهلي دوت تقول عليه العصر اللي قبل الإسلام بحوالي قد إيه؟ 100 ل 150 سنة. بيقول لي العصر الجاهلي كان فين؟ كان في الجزيرة العربية، اللي هي شبه الجزيرة العربية، اللي هي كان في 5 أماكن هناك: اليمن واليمامة ونجد وتهامة والحجاز. دول في العصر اللي كان فيه العصر الجاهلي قبل الإسلام. يا أستاذ، هو ليه سموه جاهلي؟ يعني ليه شوية سموه عصر جاهلي؟ لأن كان فيه حماقة
وجهل وإقامة الحروب لأتفه الأسباب. طيب هل العصر الجاهلي دوت اللي هو كان فيه الصفات السادي كان فيه صفات أخرى طيبة؟ نعم، عندهم شجاعة وعندهم نجدة وعندهم كرم وعندهم صفات برضو طيبة كتير. العصر الجاهلي بالنسبة للديانات، العرب كانوا بيدينوا، في عندهم مسيحيين، في عندهم يهود في المدينة، ولكن غالبية العرب كانوا وثنيين يعبدون الأصنام. العصر الجاهلي بيقول لي هنا كان في عندهم فنين فقط، هو فن الشعر وفن النثر، فن الشعر وفن الايه؟ النثر. ما هو الشعر وما هو النثر؟ الشعر زي النثر اللي خدناه من شوية، اللي هو النص بتاع زهير: وأعلم ما في اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. ده شعر. فالشعر هو الكلام الموزون المقفى في وزنه في قافية، القافية يعني آخر حرف في النص. وهو أيضا، أما النثر فهو الشعر أيضا هو الكلام الذي يصور به الشاعر عواطفه وإحساسه معتمدا في ذلك على موسيقى الكلمات ووزنها وعلى عنصري الخيال والعاطفة. أما النثر الأدبي فالنثر يقوم على التفكير والمنطق، ولذلك سبقه الشعر. يبقى الشعر سبق النثر، لأن الشعر يعتمد على الخيال والعاطفة، والنثر يعتمد على العقل، والخيال أسبق من الإيه؟ من العقل. لماذا سميت المعلقات بهذا الاسم؟ لكن قبل أسأل السؤال ده، هي إيه المعلقات دي؟ هي أشهر قصائد في العصر الجاهلي. هذه القصائد سميت بالإيه؟ بالمعلقات. أشهر قصائد في العصر الجاهلي سميت بالإيه؟ بالمعلقات. ما هي المعلقات؟ هي قصائد كتب في العصر الجاهلي. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها علقت لأنها علقت أو علقت في الأذان والأفئدة نظر روعتها، ولأنها علقت لأنها كانت تكتب على رقاع من الجلد وتعلق على عمود الخيمة حفاظا لها وصونا لها. وأيضا قيل أنها كتبت بماء الذهب ثم علقت على أستار الكعبة. أي ما يكون السبب، أنا عندي أسباب لتسميتها بهذا الاسم. أما أغراض الشعر الجاهلي، أغراض يعني أسباب وأهداف الشعر الجاهلي، عندنا الفخر، الحماسة، المدح، الغزل، الوصف، الرثاء، الاعتذار، الحكمة. طبعا الرثاء هو بكاء الأموات، والاعتذار بيعتذر لحد، والحكمة يكون أشعار فيها حكمة. بيقول لي لماذا قل شعر الاعتذار في العصر الجاهلي؟ يعني في عندي أغراض جي منها أشعار كتير، وأغراض ما جاش منها أشعار قليل جدا جدا. أما أكثر الأغراض الغزل والفخر، وأقل أغراض الاعتذار. ليه؟ لأن الاعتذار لا يتفق مع ما طبع عليه العربي من الإباء والإعزاز بالنفس. لماذا قل قلنا لا يتفق مع إيه؟ مع ما طبع عليه من الإباء والإعزاز بالنفس. من هو أشهر الشعراء المعتزلين في العصر الجاهلي؟ هو النابغة الذبياني. اسمه إيه؟ النابغة الذبياني، في اعتذاره للملك النعمان. ما هي سمات ألفاظ ومعاني الشعر الجاهلي؟ الألفاظ كانت تسم بالجزالة والفخامة والوضوح في زمنها. ماذا تعرف عن الخيال في العصر الجاهلي؟ كان الخيال منبعه البيئة، وهذا الخيال نابع من البيئة، وينتزعه الشاعر من مشاهداته التي يراها حوله في بيئته، أو وأكثر الصور
واكثر الصور من النوع الحسي، يعني كان صورهم خلينا نقول حسيه، الذي يصف اللون والشكل والحركه، واكثر الصور هي التشبيه والاستعاره والكنايه. ده موضوعنا اللي هو ايه، لمحه ادبيه واتكلمنا فيها عن العصر الجاهلي. طيب بيقول لي سؤال في صفحه 21، ما فنون الادب في العصر الجاهلي؟ قلنا الشعر والنثر. سؤال 8، قارن بين حياه البدو وحياه الحضر. طبعا البدو اللي عايشين في الصحراء حياتهم بيتنقلوا من مكان لمكان على حسب وجود العشب والماء، ولذلك كان بتقام بينهم الحروب لاتفه الاسباب واسباب كثيره جدا. ده بالنسبه لمين؟ للسؤال الاول اللي هو حياه البدو. اما الحضر فكانوا يعيشون في مدن زي مكه ويثرب. اكيد الحياه كانت استقرارا، فكانوا يعتمدون على الزراعه وعلى التجاره. السؤال بعد كده بيقول لي علل ازدهار الشعر في العصر الجاهلي. طبعا نتيجه لكثر الحروب، نتيجه لكثر الشعراء، نتيجه للفصاحه والبلاغه اللي عند معظم الشعراء. قلة الاعتزال في العصر الجاهلي لأنه لا يتفق مع طبيعة ما طبع عليه العربي من الإباء والاعتزال بالنفس. قريش كانت ذات مكانة في العصر الجاهلي طبعا، لأنه كانت بتشرف على بيت الله الحرام، وكل العرب كانوا بيحجوا لهذا المكان، وكمان كانت قريش في موقع متوسط، من يمر عليها لازم يأمنها وتقول لهم سلام. علل قريش كانت ذات مكانة في العصر الجاهلي، قلنا بسبب اللي فات دوت، ان احنا بسبب الحج عندها، وكمان عندها ايه كمان، من يريد ان يذهب الى بيت المقدس فليمر عليها، يبقى اذا كل رايح في الحرم يمر عليها، وكمان فيها الكعبه. سؤال بيقول لي تحدث عن مجتمع القبيله في العصر الجاهلي. كان مجتمع يقوم على حكم الفرد، وكان الفرد لاجل المجموع، والمجموع لاجل الفرد، يبقى انا الانسان بيحارب من اجل قبيلته اشد الحرب واهمها. ما المقصود بالعصر الجاهلي؟ هو الفترة التي سبق ظهور الإسلام من نحو قرن أو قرن ونصف. تحدث مجتمع القبيلة، كان مجتمع القبيلة يقوم على القبلية وعلى الزعامات. اكتب النقط، اتصف العرب في جاهليتهم بالشجاعة والفروسية، وبرعوا في الفراسة، برعوا في إيه؟ في الفراسة. وعموا بالأنساب واعتزوا بها. بيقول لي من اغراض الشعر الجاهلي قلنا الفخر والحماسه والغزل. من اشهر قصائد العصر الجاهلي المعلقات. السميره زي اسبليه قلنا لانها علقت على عمود الخيمه، وكل من الزاويه وغير الكعبه. من فنون النثر الوصايا والحكم والامثال والخطبه. السؤال بعد كده بيقول لي كان الشعر مراه صادقه لحياه الناس في العصر الجاهلي، لان الشعر كان بيصور امالهم واحلامهم وطموحاتهم وحروبهم وكل ما ايه يدور عندهم. صح وخطا، سمي العصر الجاهلي اسم لجهل اهل الكتابه خطا. كان النثر اوسع انتشار الخطا. عني العرب بالشعر صح او صواب. اعتمد النثر على الحياه الخيال والعاطفه، كلام غلط، اعتمد على العقل والمنطق. تميز العصر الحديث بمن هم من عمر طويلا، من يدعي علما، من يجعل معروف. نكتب رساله للزهير ماذا تقدم له فيها؟ طبعا نكتب رساله للزهير ونوضح فيها هذا الرقم. ده بالنسبه للنص بتاعنا، ونكمل ان شاء الله مره ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.